طيب دلوقتي انا هبتدي من الاول. انا دلوقتي اول حاجه بعمل سكتش في الواي زد بلين، تمام؟ وده اللي هبتدي ارسم فيه السكشن العرضي بتاع المركب، القطاع اللي هو القطاع المتكرر في المركب بيبقى شكله ازاي. اتجاه الواي ده هو الاتجاه العرضي، واتجاه الزد هو اتجاه الرأس، تمام كده؟ طيب هبتدي اول حاجه هرسم سكتش ارسم فيه كل حاجه، يعني اي حاجه موجوده في القطاع ده هرسمها، تمام؟ انا هرسم نص المركب دلوقتي، وهنقول اول حاجه من نقطه بي اللي هي ديت اللي في حرف بي كده عند الماوس، تمام؟ وابتدي ارسم السكشن بتاع المركب. انا هرسم دلوقتي نص قطاع بتاع المركب، وهبتدي احط له دايمنشنز، اي دايمنشنز افتراضيه، مثلا من هنا لهنا مسافه قد ايه؟ دي هنقول مثلا 24 متر، وهنقول المسافه ديت من هنا لهنا هنقول مثلا 6 متر، تمام؟ وهنقول مثلا ان الكلام ده متقسم على اثنين كومبارتمنت، هعمل الخط اللي في النص ده، تمام؟ وهقول له ان هو الدايمنشن بتاعت الكلام دوت من هنا لهنا هنقول حوالي 12 متر. يبقى انا كده رسمت الكومبارتمنت الاولانيه والكومبارتمنت الثانيه. دلوقتي هبتدي ارسم الفريمز العرضيه للمركب، تمام؟ هنقول مثلا ان في فريم هنا، ده كده هو الويب بتاعه او بدايه الفلانجه بتاعته شكلها قد ايه. بحول هنا الدايمنشن بتاعتي مثلا فيرتيكال قد ايه، هنقول مثلا المسافه ديت هتبقى حوالي متر 2 من 10، تمام؟ هرسم نفس الحكايه، تمام؟ بحول هنا الدايمنشن بتاعتي من ده لده هنقول حوالي متر 2 من 10، تمام؟ بعد كده هو هبتدي ارسم بقيه الفريمز العرضيه او الرأسيه قصدي. انا بس نسيت اعمل ده رأسي، فهقول ده هيبقى فيرتيكال، تمام؟ بعد كده ادخل الدايمنشنز بتاعتها، هنقول مثلا المسافه من ده لده هنقول متر. طبعا كل دي ابعاد يعني مبدئيه مش حقيقيه، هنقول برضه متر، وهنقول دي حوالي متر. نبتدي نعمل البراكتس كمان، تمام؟ انا برسم كل حاجه كاني بشيف السكشن بالظبط. ادي كده رسمت الباكتس كمان، وابتدي ادخل الدايمنشنز بتاعتها. طبعا الكلام ده بياخد منك وقت شويه لو انت شغال على يعني بتنقل لوح حقيقيه. فهنقول مثلا المسافه ديت حوالي 80، برضه المسافات الرأسية قد ايه؟ طبعا هتلاحظ ان عندك ابعاد كثيرة في المكان ده في اللوحة ديت، هتحتاج منك شوية تركيز يعني انك تدخل حاجة صح مظبوطة. يعني نصيحتي انك انت تعملها مع حد، يعني ما تعملهاش لوحدك. يعني حد يقرا اللوحه وحد تاني يدخل البيانات، بحيث لو غلطت يبقى في حد بيراجع معاك على طول اول باول.
انا كده رسمت تقريبا قطاع بتاع المركب، تمام؟ طبعا يعني المفروض خط زي ده او خط زي ده هيبقى هو فلانجر، خط زي ده او خط زي ده او خط زي ده، ده هيبقى سايد وول، ده هيبقى لونجيتودينال بالك هيد، ده هيبقى لونجيتودينال بالك هيد. انا كده رسمت اول سيكشن، تمام؟ وهسمي السكتش ده، يعني انا هسميه ان هو ايه، يعني ده هنسميه حاجه مبدئيه، او ممكن اسميه بيزك، يعني حاجه مبدئيه هنشتغل عليها. اللي هيحصل دلوقتي هي عباره عن خطوات متكرره وخطوات سهله قوي. الخطوات المتكرره ديت ان انا هاخد واحد واحد من الخطوط دي هعيد عليه تاني، بس هعمله مجسم بدل ما هعمله تو دايمنشنز. يعني على سبيل المثال انا هاجي مثلا هنا اهوت وهعمل سكتش جديد، تمام؟ وهرسم ريكتانجل، هحط الريكتانجل ده من هنا الى هنا. تعالى بس نفهم النظريه دلوقتي. انا عندي حاجتين، عندي ده وعندي ده، بيزك وفي سكتش اتنين اللي هو ده. لو انا قفلت ده قلت له هايت، ماشي، بقى مين اللي باين؟ السكتش بس. لو جيت هنا قلت له شو او اولويز شو سكتش، او خليها هايت سكتش وخليها هنا شو سكتش، اوكي؟ يبقى ده حاجه وده حاجه ثانيه، بس ده معتمد على ده. بمعنى لو انا جيت في البيزك مثلا وقلت ان المسافه مثلا دي بدل ما كانت 6 متر كانت 8 متر، هتلاقي السكتش ده اتغير برضو المكان بتاعه. طيب هاجي هنا في السكتش ده وهقول له هنا كونسبت، ماشي، وهقول له هو سيرفيس فروم سكتشز، وهو هيرسم سيرفيس من السكتش رقم 2 ده. هقول له هنا ابلاي، ماشي، هقول له هنا اد فروزن، والثيكنس بتاعك هيبقى صفر. طب ايه اللي حصل دلوقتي؟ هو رسم كده اول بلين موجود للبرج، رسمه بيزد على ايه؟ على سكتش 2، يعني ده كده رسمه على اساس سكتش 2. طيب انا يعني انا بحب ابقى ايه، منظم شويه، فبحب ارقم دايما النمبرز. يعني هقول له مثلا ده مثلا ايتم 001، ماشي، هقول له هو سيرفيس 001. ممكن تسميها بقى انت يعني الحاجه اللي انت عايز تسميها طبقا للشغل بتاع الماركت بتاعك، بحيث دايما تحط لها اي دي سيستم، لان الموضوع هيكبر مننا قوي. انت هتلاقي كل فريم وكل لونجيتيوتن اللي هيبقى ايتم في حد ذاته، عشان تتعامل مع عدد كبير قوي محتاج تسمي كل واحد. هرسم الاول واحد، طب نبتدي نخش على بعضه، هرسم سكتش تاني، تمام، وهبتدي اخش على بعضه، وهرسم هنا ريكتانجل، وهرسم ده. دايما بيجيب الماوس عند حرف بي، باجي هنا باجي حرف بي اهو، واقول هنا جنريت، اوكي، وهقول هنا كونسبت سيرفيس فروم سكتشز، وهقول هنا ابلاي، خد معانا دوت ابلاي، وهقول هنا دوت اد فروزن، واقول هنا جنريت، رسم دوت كمان. طيب بعد كده اهوت هبتدي ارسم، انا برضو هسميها برضو ايتم 002، طبعا انت هتلاحظ ان هو اثنين بارت واثنين بوديز، ده كده كده هتقوم في الاخر، وده هتلاقي الثيكنس بتاعه زيرو، فلازم اغير الثيكنس بتاعه، ماشي، فانا هحشها بالمليمتر، واقول له هو السيرفيس بتاعي دايمنشنز يوزر ديفايند، خليها هنا مثلا هنا 20 مللي، خليها 16 مللي مثلا، وده نفس الحكايه، هقول ان هو يوزر ديفايند هيبقى مثلا 16 مللي. فانت هتلاحظ ان كل واحد بقى الثيكنس بتاعه متعرف. طيب خش بعد كده على اللي بعده، هرسم واحد تاني، وهرسم هنا ريكتانجل، وهرسم من ده لده، تمام، بقول له هنا جنريت، وده نفس الحكايه، هقول له ان هو ايه، هترسم ده، هتقول له كونسبت سيرفيس فروم سكتشز، وهنا ابلاي، وهنا اد فروزن، وهنا هنا جنريت، تمام، ادي التالت اهو، دخل الدايمنشن بتاعته، برضه 16 مللي، تمام. انا مش هسمي الحاجات بقى، يعني انت المفروض هتسميها طبقا للاي دي سيستم بتاعك، تمام، وحاول دايما يعني انت تبتكر طريقه تبقى فاهمها، تعرف تعملها فولوينج اب بعد كده. طب هرسم بعد كده اللي بعده، هرسم هنا اهوت ايه الجزئيه اللي بعدها، تمام، هبتدي اخد مثلا من هنا لهنا، واحاول ان اهوت كونسبت سيرفيس فروم سكتشز ابلاي،
خلاص شوف 5 ابلاي اد فروزن جنريت، واجي هنا برضه نفس الحكايه، حاولوا الدايمنشن بتاعتها تبقى مثلا 16 ملم برضه. طب هتلاحظ ان دي حاجات اللي انا عملتها 1 2 3 4 ناقص اللي في النص ده، تمام. لوك ات. طيب دي مشكله ده ان انا عشان ارسمه فهضطر ارسم هنا سكتش تاني وهقول هنا ريكتانجل، ان هنا النقطه دي متحدده لكن النقطه دي مش متحدده، تمام. فهضطر ان انا يعني سام هاو ان انا اعمل زي خط كده مساعد يقدر يعني يسهل لي المأموريه دي، ويقول له هنا ترم. يعني عملت خط بعد كده عملت له ترم من ديت، فبقى في عندي هنا نقطه زياده. وهرسم برضو ايه، هعمل سكتش جديد هنا، بس ده هسميه عشان ما اتلخبطش هسميه ده هيلب، عشان بس ما اتجابوش بعد كده، عشان برضو ما انساش. ممكن هنا ايتم 003 ايتم 004 اوكي، هاجي هنا هو سيرفس 003 سيرفس 004. طيب هاجي هنا اهوت هرسم برضو ايه ايتم جديد اللي هو ايتم 005، هرسم هنا ريكتانجل. يبقى انا كده رسمت ده جنريت كونسبت سيرفس فروم سكتشز، هقول هنا ابلاي على ايتم رقم 5 ات فروزن، واقول هنا جنريت. رسمت ده كمان، يبقى انا كده رسمت ايه الحاجات الاساسيه، تمام. ناقص ابتدي ارسم البراكتس بتاعتي، تمام. فهعمل برضو نفس الحكايه، تمام، بس ممكن اخلي براكتس قدام شويه. وتعالى نبتدي نعمل، احنا كده رسمت الويب بتاعها، ناقص اعمل الفلانجات. طب هعمل الفلانجز دي ازاي بقى، تمام. هبتدي برضو نفس الحكايه، هعمل هنا بس بدل ما اعمل يعني مستطيل هعمل خط، هقوله بالنقطه ديت للنقطه ديت، وهقوله هنا جنريت اوكي. وبعد كده هقوله اكسترود، تمام. هقوله هنا ابلاي، هقوله هنا اهوت اد فروزن، تمام. فرضا ان هي ال سيكشن، تمام. هقوله هنا نورمال، وهتطلع مثلا حوالي يبقى انا كده رسمت ال ال بتاعتها، تمام. ممكن اغير الطول بالطريقه اللي انا عايزها، تمام. وهاجي برضو هنا اهوت ادخل الثيكنس بتاعها، هنقول مثلا دي هتبقى مثلا 22 ملي. طيب نبتدي نرسم برضو الخط اللي بعده، برضو هرسم سكتش جديد. وخد بالك السيكونس بتاعنا واحد، برسم دايما اللي هو السكتش بيزك اللي هو ده، بعد كده برسم سكتش على كل ايتم بديله سكتش بتاعه. اوكي. طبعا انت ممكن تسميها بقى دي فلانج، ده ويب، مش عارف ايه، زي اللي انت عايزه. سيرفس 005. بس هي يعني هي الفكره كلها انك تعرف ترجع له تاني، يعني تعرف ترجع له اما في مشكله تعرف تجيبها ازاي، ازاي تعرف تعمل تريسنج للمشكله. هرسم برضه نفس الحكايه هنا اهو، هرسم لاين من ده لده. تمام كده هقول له جنريت، بعد كده هقول له كونسبت، هقول له قصدي اكسترود ابلاي اد فروزن، وادخل البعد بتاعي واقول له هنا جنريت. يبقى انا كده رسمت ايه؟ سيرفيس تاني، تمام. بعد كده هبتدي ادخل، انا كده رسمت الفلانجات بتاعت دي، ابتدي اعمل برضه الفلانجز بتاعت ديت، تمام. فهبتدي برضه نفس الحكايه، هعمل هنا سكتش جديد، تمام. وهرسم هنا لاينز، هرسم مثلا لاين من هنا لهنا، وهقول له بعد كده اكسترود ابلاي اد فروزن، وله هنا جنريت. هرسم برضه سكتش جديد، وهرسم برضه نفس الحكايه من هنا لهنا، وهقول له هنا اهوت جنريت اكسترود ابلاي جنريت، تمام. بس هنا دي خليها اد فروزن، مش اد ماتيريال، تمام. ناقص اخر واحد اللي هو ده،
12 وهرسم نفس الحكايه من هنا لهنا، واقول له هنا generate extrude apply add frozen generate. يبقى لحد ما الثلاث لوبات والفلانجات الثلاث تظهر. طيب نبتدي بعد كده نخش على الخطوه اللي بعدها. تمام، الخطوه اللي بعدها نبتدي نعمل ايه؟ السايد وولز واللونجيتودينال بالك هيد وهكذا. طيب نيجي برضو على نفس الحكايه هنا وهرسم سكتش تاني، برضو اي خطوه بسكتش، وهرسم مثلا هرسم الديك مثلا. تمام، فهقول له هنا اهوت ماشي، هقول له هنا اكسترود، هقول له هنا ابلاي، هقول له هنا اد فروزن. لو فرضنا مثلا ان الفريم سبيسنج بتاعك 2 متر، فانا ممكن اقول دي هتبقى مثلا تاخد 4 فريمز، يبقى 8000. بقى بالمنظر ده كده ممكن اخدها على قد الفريم الواحد، تبقى مثلا لو فرضنا مثلا الفريم بتاعك 2 متر تبقى هيبقى بالمنظر ده. تمام، طيب انا هخليها بس يعني رقم يعني عشان تبقى باينة اكتر في البرسبكتيف، هنقول مثلا 2 متر ونص. طبعا كله هيبقى ريليتد للوحه بتاعتك. نفس الحكايه برضه هدخل وور ثيكنس بتاعي، هنقول مثلا وور ثيكنس مثلا 14 مللي. تمام، انا بدخل طبعا اي ارقام، لكن انت هتدخل الارقام الحقيقيه. هرسم برضه خط ثاني وهرسم مثلا النقطه ديت هنا لهنا، وهقول له هنا generate extrude apply add frozen generate. تمام، برضه نفس الحكايه، هتيجي برضه سكتش اللي بعده وهاجي هنا اهوت، وهقول له هنا سكتش ارسم الخط ده من النقطه ديت للنقطه ديت. وهقول هنا generate extrude apply add frozen generate. تمام، وبعد كده اهوت هقول له برضه نفس الحكايه هنا اهوت، هعمل سكتش جديد. تمام، واقول له هنا اهوت ايه، هترسم لاين من هنا لهنا، وهقول له generate extrude apply add frozen generate. هي المفروض هتخلص كمان 10 دقايق، فانا يعني ممكن اكمل بس حاجه بسيطه وبعد كده نسجل الملف ونخش تاني على طول. وبرضه هنا اهوت هرسم سكتش جديد، هرسم فيه هنا اهوت سكتش، هرسم لاين من هنا لهنا، حلو، هنا اهوت generate extrude apply add frozen وهنا generate. الى حد ما الشكل ابتدى يظهر شويه كده. انا اصلي ايه؟ ناقص لي ابتدي اعمل بقى البراكتس اللي هنا دي حاجه، ناقص لي ابتدي اعمل الكونتينرز الموجودين هنا اهوت. تمام كده اهوت، وابتدي اعمل اي كونكشنز ثانيه محتاجه تفاصيل. طب اوكي، انا هسجل هنا، هوقف هنا اهوت ونكمل بعد الراحه على طول.